اللي لم يحتسب اللي فيه شك اللي هو ضربة جزاء ولا ركلة جزاء ولا لا بتاع بواليا ده نفس الشرح اللي حضراتكم شرحتوه في الثغرة الواضحة اللي ما بين المساك والباك والمساحة الكبيرة اللي دايما بتبقى في ظهر مدافعين نادي الدحيل. طبعا في البداية ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي ومجلس الإدارة واللعيبة والجهاز الفني. النادي الأهلي في نص نهائي مونديال، يعني بالتأكيد حاجة كبيرة جدا. سيبك من أي حد يقلل، احنا بيقللوا مثلا في الدوري يقول لك اصل المنافس ضعيف، بيقللوا في دوري ابطال افريقيا اصل انتوا بتكسبوا بالتحكيم، اصل انتوا مش دايما كده. الشجره المثمره بيقذفها الناس بالحجاره. تركز مع الكلام ده، احسن حاجه في النادي الاهلي ان هو دايما ماشي سالك طريقه. انت بتلعب في المونديال، انت دلوقتي بتلعب بايرن ميونخ، يعني في اكتر من كده، بتلعب بطل اقوى فريق في العالم. يعني وده ان شاء الله يعني باذن الله الكوره ما فيهاش يعني لا هنتكلم باذن الله. هنتكلم عن نقاط الضعف ولا مش ناويين؟ انا امبارح الحقيقه مش عايز اقول لك، امبارح على تويتر الحقيقه كانت الكلام كان جميل جدا. كانت حفله جميله جدا، بس كلام محترم طبعا، والناس كلها داخله تهزر، احنا عايزين نعمل حلقتين ذكرى عشان حاجات كانت جميله جدا امبارح. اتبسطت بالكلام ده قوي، الجمهور كان فرحان ومبسوط، فكانت الليله كلها حلوه يعني. طبعا النادي الاهلي اولا قدم شوط اول عظيم، شوط اول يعني من احلى اشواط النادي الاهلي في المباريات. ان انت بتلعب فرقه الدحيل، مش عشان يعني خسرت يبقى هي فريق قليل، لا ابدا. الدحيل ده في اتنين برازيليين جاي، واحد منهم اعاره ب 7 مليون يورو. يعني واحد جاي اعاره، واحد المهدي بن عطيه ده كان بيلعب في اليوفي والبايرن وروما، المعز علي ده واخد افضل لاعب في اسيا، اولونجا ده هداف الدوري الياباني.